الله اني صادق والله انا مجيهم باديه واقول مدى الشباب يعني نمون على بعض في مجلس مثل ما تمون على بعض احيانا تحشون فينا ولا تمدحوننا ها نسولف نقول اقول من الكويس من الشباب ما شاء الله ومن اللي تحس انها يرقل احنا كلنا من القناه جالسين مجتمعين قالوا ناظر في الشاشه قالوا والله العظيم يوم دققنا قالوا والله كلهم رجال صدق تختار والله تختار والله اني اقوله وانا صادق ما هو ما ابي منكم شيء ولا تبون مني شيء يعني شهاده حق وانتم ما شاء الله عليكم كل شيء ماخذينه بيمناكم فعلكم الطيب علومكم اللي تسر الخاطر وتسرني انا وتسر حتى ابائنا وامهاتنا وعلومكم منتشره في كل مكان والدليل هالهدانا في المطار امس جاني واحد قال وصل هديه وش معناها؟ معناها انكم متابعين ولكم محبين كثر فالله يزيدكم والى الامام وفالكم الناموس والمليون إن شاء طيب الله. طيب دقيقه ابو عبد الله هذه اختي اللي شكرتها في اول الحلقه وهي اختي هايا ام محمد تقول الله اللي يعزني بالدين وبخوة مبارك هي طبعا شاعرة الله اللي يعزني بالدين وبخوة مبارك العضيد اللي لنا مثل الجبل نايف وشامخ وارسلت سهم 300 ريال الى جمعية البر الجديدة كفالة يتيم عن نية مبارك شكرا يا ام محمد اسال الله العظيم ان يمد في حياتك على طاعته وانت يا ام محمد اخت الرجال بنت الرجال ام الرجال انت الغاليه وعلومه غانمه والله يجود عليك يبيض وجهك ويصلح لك عيالك. سلام يا سلام والله ونعم ونعم فيها وانت تستاهل يا ابو عبد الله وبيض الله وجه على التبرع اللي اسعدتك فيه انا عارف اكيد اذا كان مبسوط اكيد اكيد سعاده ما بعدها سعاده من اهداء اخته له سهم في وقف اليتيم تبع جمعيه البر الخيريه بالجديده خمس تبرعات لانكم غالين وابي من ابائنا وامهاتنا ودائما الكلام هذا اقوله لاني مؤمن ان عطاء الله لا ينتهي وإذا أعطى ربي أغدق علينا من نعمه وكرمه ورزقه وبركته طالبكم يا أبانا وأمهاتنا إخواني وأخواتي الغالين كل من يقدم الخير إن ما ننساه يعني أخت الرجال ذا مبارك لك اللي تبرعت الآن ما تنسونا من صالح الدعاء الأخوان والأخوات اللي تبرعون الآن في هالوقف اللي اليوم نكمله ونكمله ونسعد اليتيم هناك اللي يتابعنا الآن هو على حر من الجمر ما بقي إلا تقريبا 14% 13% يعني تقريبا 6000 واحد 7000 واحد منكم الآن من 300 ريال يكتمل مشروعهم تبع جمعية البر الخيرية بالجديدة ارفعوا أكف الضراعة لربي وقولوا يا رب أسعد كل من كفل اليتيم مدى الحياة يا رب ارحم من رحم آمين اليتيم آمين ادعوا لهم كلهم وسيستجيب الله لأن الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وربي سبحانه يستحي أن يرد كلتا يدي عبده صفرا فكيف في ناس صالحين الآن يتابعوننا ناس مطيعين لربي ناس يقومون الليل بالساعات يرفعون يديهم يقول يا رب وفق وارزق كل من تبرع اليوم وكفل اليتيم في مكة المكرمة في هذا الوقف اللي احنا نتحدث عنه وكثرنا الكلام عنه نعرف لكن لن نسعد ونفرح إلا باكتمال هذا المشروع كلامنا عاجل. نؤجر عليه يا أبو عبد الإله الدال على الخير كفاعله والله يا أخواني إن هذا العمل عظيم وإن هذا الشخصية اليتيمة واليتيمة يستاهلون الوقفة وإن أيضاً هذه القناة تستاهل الشكر منا والدعاء لفتح المجال لهذه الجمعيات وهذه الأوقاف لدعمها فإذا ما دعمنا الجمعيات وساهمنا في إتمام أوقافها من يدعمهم أقل واجب نقدم الجمعيات هي الوقوف معها في مثل هذه التبرعات ومثل هذه الأوقاف أسأل الله العظيم هذه أكيد أنها عين باق طيان ويعين فيك ترى عين فينا الله يكفينا شر يا باق طيان اذكر الله على ناصر المدير حقنا هذا راعي جديد نبغى نوقع معه قال جربوا الحلا ها أقول دبلوا عليه حق الرعاية جبت أبغاكم تذوقون الحلا كلكم ولكن سبحان الله طاح جملت جملت لا والله جملت 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 طيب الآن